احنا خمسه نقيس لها الصوره كده الصفحه يا اه زغابه فوق خلاص معاهم كده على حته فوق اه بقى بتوع بني السراب بيضربوا نار على اي مسيره تبع الاسلاميين ماشي بس ادي الموضوع ولما بنمسك حد فيهم مسكنا خمسه بتوع بني السراب في منهم واحد ضابط في امن الدوله وفي واحد امين شرطه يعني مش مهم احنا بنقول حاجه ليه بتاع شويه لا بلاش بص في واحد ضابط في امن الدوله مسكوه وودوه المنصه وفي اتنين امنا من الداخليه غير بقى ان هم واخدين فلوس عشان اي مسيره من الاخوان تمشي يروحوا ضاربين عليها نار عشان يقفوا المسيره بس كذا واحد كل ده عشان يقفوا المسيره بس انا كنت معاهم احنا مسكنا شاب عنده حوالي 27 سنة 28 سنة فتشناه لقينا في جيبه برشام ترمادول شريط برشام وصراحة قعدنا نضرب فيه طب مسكوا ايه مين طيب؟ مسكوا ناس كتير وما فيهم امين شرطة وبلطجية اللي معاه سلاح واللي معاه قال واللي معاه خرطوش واللي معاه مطوة اسلحة بيضة احنا تعبنا والله العظيم من العصر واحنا لغاية لما كسرنا باب الجامعة وهدفنا منه غير الناس اللي تعوروا كان في مسيره جايه وطبعا الناس بيستقبلوهم ففوجئ ان في اطلاق نار كثيف على المسيره وتقريبا بيقال ان في اتنين يعني توفوا وعشرات النساء اللي كانت معاهم تعوروا فطبعا الناس دي كانت في عماره فيها ثلاث ادوار تقريبا اللي هم بياخدوا فيهم دروس والباقي فيها مش ساكنه طبعا فالناس طلعت فوق وكان في تبادل لإطلاق النار وفي ناس طلعت جابت الناس دي حوالي خمسة أو ستة ومعاهم سلاح في العمارة قدام باب تجارة طلعنا لقينا ناس هناك بيضربوا علينا سلاح ناس تقول لك ان هم ستة ناس بتقول لك ان هم سبعة طلعنا منزلين انتوا مين بقى ايه ده احنا كل مظاهرات اللي طلعنا لقينا ناس بتضربوا علينا انت المؤيدين يعني المؤيدين لقينا ناس بتضرب علينا نار طلعنا لقينا في ناس فوق عندها امتحانات بكره بنات وصبيان قافلين على نفسهم الباب ومؤيدين من الخوف ومؤيدين لحد دلوقتي بس احنا طلعنا جبنا اللي في العمارة كلهم ماشي جبناهم لقينا فوق معاهم اسلحه ماشي منزلناهم وضربناهم وسحلناهم قالوا علينا بلطجيه قالوا علينا ان احنا بنكفر الناس قالوا علينا ان احنا قتله قالوا عندنا ان احنا مش ميليشيات مين اللي عنده ميليشيات الميليشيات هي سامعه صوتها ايه تمام الميليشيات هي اللي بتضرب علينا نار الميليشيات اللي احنا طالعين نتظاهر بيطلعوا بيضربونا الميليشيات بيحدفوا علينا ملوتوف الميليشيات بتحدف علينا خرطوش الميليشيات بتحدف علينا رصاص حي يبقى مين بقى الميليشيات اللي فينا مين اللي بيكفر الناس مين اللي بيقول ان احنا بلطجيه البلطجيه هناك هم بيضربونا واحنا بنتظاهر هل احنا رحنا ضربناهم في التحرير هل احنا ضربناهم في الاتحاديه هل احنا ضربناهم في اي مظاهره طلعوها لا ده بالعكس هم اللي بيحرقوا مقرات الاخوان هم اللي بيحرقونا هم اللي بيقتلونا هم اللي بيدبحونا كل دوت واحنا قاعدين ساكتين كل ده عشان في شرطه كان بتحبسنا الاول وكان بتضربنا الاول وكان بتعتقلنا الاول هي واقفه معاهم دلوقتي الشرطه هي اللي بتقول مظاهرات والجيش بدل ما يقف معانا بدل ما يقف مع الشرعيه بدل ما يقف مع الرئيس اللي احنا انتخبناه 13 مليون انتخاب الرئيس عايزين ينزلوه كده في لحظه والمصحف ده حرام اللي هم بيعملوه